السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة رحمة خضر من رياض مدارس جامعة الزرقاء، معلمة الصف السادس الأساسي لمادة اللغة العربية. موضوعنا اليوم هو كتابة كلمة 100، صفحة 50. سأقرأ النص وأبدأ بالشرح. قرأ زيد قرابة 100 كتاب و100 قصة استعداداً لالتحاقه بمسابقة أوائل المطالعين التي شارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة. كلمة 100 الموجودة في النص باللون الأحمر هي كلمة كتبت همزتها على نبرة، وتذكرون قاعدة الهمزة المتوسطة التي تم أخذها سابقاً، فكتبت هنا الهمزة على نبرة لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور، حركتها هنا الفتحة وما قبلها مكسور، والكسرة أقوى من الفتحة، فقد أخذنا ترتيب الحركات أن أقوى الحركات هي الكسرة، لذلك كتبت الهمزة على نبرة. اليوم سنتحدث عن كيفية كتابة كلمة 100. هناك خطأ شائع عند بعض الطلاب، يقومون بكتابة 100 بالألف ماء، وهذه كتابة خاطئة، لا يجوز أن أكتب ألفا لأن الكتابة هذه خاطئة. أما كلمة 100 هنا في المثال الأول، قرأ زيد قرابة 100 كتاب و100 قصة، هنا كلمة 100 كتبت مفردة، ولدينا مثال على كتابتها عندما تضاف إلى عدد. في السطر الثاني، شارك فيها أكثر من 300. هناك خطأ شائع أيضا، يقوم الطلبة بكتابة 3 ويضيف هنا ماء، يضيف ألفا 300، طبعا 300 خطأ، لا يجوز أن نكتب 300 بإضافة الألف. وخطأ شائع أيضا، بعض الطلبة يقوم بفصل الرقم عن كلمة 100، وهذا لا يجوز، 300 تكون متصلة كما ترون هنا أمامكم على الشاشة. أيضا هناك مثال حضرته لكم، عندما تكون كلمة 100 مثنى، حضر محاضرة 200 طالب، طبعا هنا حذفت النون، هي أصلا لا يجب أن تكون 200، حضر الطالب 200، لكن حذفت النون للإضافة لأن ما بعدها مضاف إليه، 200 طالب. الآن سننتقل لحل الأسئلة. السؤال الأول، املأ الفراغ فيما يأتي بالرقم 100 كتابة، أي بالحروف. ألف، في الحقل فراغ شجرة، يجب علينا كتابة 100. طبعا أيضا باء، تضمنت الحديقة فراغ إعلان. جيم، قبض التاجر فراغ دينار ثمن بضاعته. هنا سنضع 100 ونضبطها بشكل صحيح. في الحقل 100 شجرة، 100 انظر هنا ضمة، 100 مبتدأ مؤخر. تضمنت الصحيفة 100 إعلان، 100 هنا ضبطها بالفتحة. قبض التاجر 100 دينار ثمن بضاعته. ننتقل إلى السؤال الثاني، ضع كلمة 100 في 3 جمل من تعبيرك واكتبها في دفترك. المثال الأول، اشتريت 100 كتاب في الشارع أكثر من 200 محل. هنا 200 مثنى، وحذفت النون للإضافة، لا ننسى ذلك. وأيضا مثال الآخر، عملت مع 500 عامل، انظر هنا إلى كتابة الرقم مع كلمة 100، لا تنسى أن تكون الكلمة متصلة مع بعضها البعض. السؤال الثالث، حول الأرقام الآتية إلى حروف. ألف، طالعت في ديوان شاعر 100 قصة أو 100 قصيدة، نكتبها هكذا 100 بالحروف. باء، استثمر والدي في المشروع
لدينا الرقم هنا 900 دينار. فما في الكتابة في الحروف 900، نكتب 9 ونوصلها مباشرة مع 100، تكون الكلمة متصلة مع بعضها البعض. جيم، عرضت في المعارض أكثر من 400، لدينا هنا رقم 400 سنكتبه بالحروف. لوحة فنية عن آثار الأردن، هكذا تكتب 400. وهكذا انتهينا من حل أسئلة الكتابة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.